دكتور، أنا برمضان عندي مشكلة وايد كبيرة، ما أقدر أتمرن وأروح النادي نهائيا. أقعد من النوم أروح الدوام، أخلص الدوام أرجع البيت أحط راسي أنام، يصير وقت الفطور، ومن بعد الفطور عاد أكون ثقلان وما لي خلق أتمرن، فماني عارف متى أتمرن، قبل الفطور، بعد الفطور، بعد السحور. للأمانة دكتور ما أدري، فيا ريت تفيدني بهذا الموضوع. حياكم الله. مثل ما شفتوا بالحالة، وايد من الناس يتشكون أن ما عندهم وقت حق نفسهم. طبعا شنو الحل أو شنو المشكلة؟ هذه لازم نشوف الروتين أو الحياة اليومية، بمعنى شنو طبيعة دوامك، شنو الانشاطات اللي تمارسها باليوم، أكلك شلون تاكله بالأوقات اللي تاكلها، وبالتالي ممكن ننظم لك وقت حق النشاطات اللي بتسويها، وكذلك نوفر لك وقت إذا في نشاطات ما تقدر تسويها نهاية اليوم. بمعنى إذا شخص مثلا ناخذها حبة حبة، بالبداية تنظيم أبسط شيء الوجبات، فبالبداية ناخذها كتنظيم وجبات. الواحد ممكن يأكل له وجبة كل 2 إلى 4 ساعات، لكن هل ممكن أنا أطلع من القاب أو من الفترة هذه؟ نعم، يعني بعض الدراسات تقول مو بالضرورة بالنهاية أنت تأكل لك كأوقات متكررة وراء بعض، تقدر تستغني عن 3 وجبات أو وجبتين، لكن يكونون منتظمين. بمعنى تقوم تتريق الساعة 7، في ناس ولد وأنا ما أقدر أتريق، دوامي ما يسمح لي، روتيني اليومي أقوم أقعد العيال، أو دوامي لازم مثلا بعيد عن الديرة درب 1.5 ساعة، مو مشكلة، تقوم الصبح لا تتريق. وايد ناس فرضا عندهم اعتقاد أن وجبة الريوق ضرورية، الوجبة ما هي ضرورية، بالنهاية سعراتك وأكلك باليوم كله هو الأهم. نخلص من بداية اليوم، نص اليوم الساعة 10، هل عندك مجال تأكل لك وجبة ولا ما عندك مجال؟ الخيارات بتكون جدا بسيطة، مثلا تكون انت وجبة طابخها قبلها بيوم، حضرها في كونتينرات او علبات، او مشترك بوجبات اللي هم الحين عادة الناس قاموا يشتركون فيها الفترة الاخيرة. حزة الغداء اللي هي الساعة بين 12 و2، يعتمد هل طبيعتك تتغدى بالدوام ولا تفضل اكل البيت. فحاليا احنا غطينا وجبة الريوق، السناك للساعة 10، ووجبة الغداء. يعني قبل التمرين هل ضروري ناكل ولا لا؟ بالخلاصة يعتمد كله على أكلك. يعني إذا أنت ماكل وجبة حلوة مثلا فيها بحدود 500-750 سعرة، ما أنت محتاج تأكل وجبة قبل التمرين. هل محتاج أكل وجبة صغيرة كسناك بروتين حبة فاكهة؟ نعم، في حال ريوقك كان شوي مبكر، الساعة 11-12 كان المقدار جدا بسيط، البورشن سايز قليل، على أساس تزيد من طاقتك فتأكل لك سناك وبعدها تتمرن. فالخلاصة أن تكون لك روتين يومي بحيث تأكل فيه بغض النظر عن ساعات معينة. نعم في أوقات معينة مثل ما قلنا كل 2 إلى 4، لكن بالنهاية أنت اللي تحدد إيش كثر تأكل. ني كذلك بعدين حق بعد التمرين، مشكلة النوم، الناس تقول والله أنا ما عندي ساعات أنام فيها، باليوم قاعد أنام 5 ساعات وعايش على القهوة، القهوة اللي تصحيني هي اللي تنومني. الناس هذه عادة إحنا نشوف مثل ما قلنا روتينها اليومي، هل ساعات الدوام جدا طويلة، هل مستوى القلق كبير، هل عندها عادات خاطئة، مثلا أساس النام الكمية كافية من النوم اللي هي من بين على الأقل 7 إلى 8 ساعات على عمر اللي هو من بعد المدرسة، لهال الصغار أو الصغار بالسن ممكن يحتاجون بين 9 إلى 12 ساعة، لكن الكبار بالسن ممكن يحتاجون أقل، إحنا كشباب احتياجنا بين 7 إلى 9 ساعات. شنو اللي أقدر أنا أسويه أساس أحسن من جودة النوم؟ طبعا الواحد يفكر زين ليش انا احسن جوده النوم، انا بس انام وخالصين، ليش افكر اني احسن من جوده النوم؟ كرياضيين وايد مهم ان ننام عدد كافي، كذلك تكون الجوده افضل من مجرد النوم. بمعنى اذا انا بحط راسي وانام على الفراش، اهم شيء عندنا شغلات اللي احنا نسميها السليب هايجين او روتين النوم، شلون ننام فيه. بالبداية نطفي الليتات، يفضل أن ما نشوف أي مصدر ضوئي خلال 2 إلى 2.5 ساعات من النوم. والفكرة من هالشيء أن الضوء بحد ذاته يقلل من هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. في ناس تقول والله أنا ممكن ألبس نظارة تعكس الأشعة الزرقاء اللي تطلع من التليفون، أو أن أشغل الخاصية بالتليفون أو بالجهاز الكمبيوتر. نعم ممكن تفيدك، لكن كذلك لازم تقلل من الأشعة. عندنا شغلة ثانية، ممكن نقلل من درجة الحرارة، وايد منا يحبون ينامون والدرجة تكون شوي أقل من خلينا نقول 23-22 درجة، لأن الجسم ينام أحسن بالدرجات هذه. طبعا ما نعديها ولا نقللها، إذا الدرجة شوي أحر راح نلقى مشاكل بالنوم، وإذا كانت أقل من
22 23 كذلك في ناس ممكن يستبردون. شغله ثانيه شنو ممكن نسويها؟ ممارسه الرياضه. طبعا دراسات رجحت على ان الرياضه كل ما كانت ابعد من النوم، بمعنى الصبح راح تفيدك بالنوم وايد بالليل، لكن بحكم ان قاعدين برمضان فيفضل تكون الرياضه بعد الفطور مباشره على اساس لا تخرب من جوده النوم. الشغله الثانيه شنو ممكن اسويها؟ استهلاك الكافيين. وايد ناس تشرب قهوه بدايه الفطور نص اليوم اللي هو الساعه تقريبا 10 11، وقبل السحور كذلك. استهلاكك المتكرر حق الكافيين راح يقلل من جوده النوم. مثل ما قلنا ممكن انت تنام كميه الكافيين بجسمك لحد الان قاعد تمشي، وبالتالي تحس بسرعه تفز بسرعه تقوم. وايد ناس فرضا تقول دكتور انا نام بس افز وايد، افز مرتين 3 مرات افز من النوم. فنشوف بشكل عام تلقى فرضا تمرينه وايد متاخر، استهلاكه للكافيين وايد اقل، مشغل الليتات، قاعد على الكمبيوتر فترات طويله، يشوف له مسلسل. كل الشغلات العوامل هذه ممكن تاثر على جوده النوم. في شغلات زياده ممكن نسويها؟ اي نعم، في دراسات تطلع على التامل، او الواحد انه يتدبر يقعد له ساعتين يتنفس تنفس بطيء ممكن تحسن من جوده النوم، تقلل من الاسترس. زين هل في مكملات؟ انا دكتور والله بروح رحت المحل قال لي خذ السبلمنت الفلاني، يفيدني ولا لا؟ هني دراسات مثل ما نقول في شغلات اثبتت فعاليتها، في شغلات يعتمد نص نص. الشغلات اللي اثبتت فعاليتها الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، كذلك اعتقاد خاطئ بان اذا خذيت المكمل الغذائي راح ياثر من الانتاج الداخلي حق جسمك، هالكلام خاطئ. زين ايش كثر اخذ؟ يعتمد الجرعات من نص ملي جرام اللي هو 0.5 جرام، ممكن تزيد لي 5 او 10. المهم ان نعرف أضرار الجانبية ممكن يعطينا شوية أحلام أو كوابيس، فبالتالي نقلل الجرعة. المكمل هذا ممكن الناس يستعملونه في حالات السفر، دول مثلا شرق أو غرب مثل الكويت، مثلا إذا رحت استراليا أمريكا يحوشك نوع من الجتلاك، والنوم عندك مثلا معتفس رايح أنت الصبح المفروض تنام بعد 10 ساعات، يصادف أن الدولة اللي رايح لها حاليا الوقت مالهم الصبح، زي ما شلون بنام. الحبة هذه ممكن تفيدك في إعادة جدولة النوم عندك. الشغلات الثانية المغنيسيوم، الرياضيين يخسرون كمية من المغنيسيوم خلال التمارين، لأن المغنيسيوم يطلع عن طريق التعرق. زين شو كثر أخذ؟ الجرعة يعتمد، النساء يأخذون بين 300-350، الرجال يأخذون 400-450 ملي جرام من المغنيسيوم. شو المكملات الثانية؟ طبعا في شغلات مثل ما أقول دراسات عليها شوي ضعيفة، لكن في استجابة، اللي هو زيت الخزامة أو اللافندر. ممكن واحد إذا دش وقت النوم يطفي الليتات، يمارس الروتين اللي احنا قلناه، يطفي التليفون، يطفي التلفزيون، يهدي من نفسه، يحاول انه ما يفكر وايد، وبالتالي يشغل مثل شمعة اللي هي شمعة الخزامة تساعد في جودة النوم. هل في غيرها؟ في ناس تقول فرضا الكاموميل اللي هو البابونج ممكن اذا شربته فبالتالي حسن من جودته. شغلات ثانية ممكن تكون ابسطها شرب اللبن او الحليب. في عندنا المادة اللي هي التروبتوفان كذلك تساعد على زيادة النوم. لكن بالنهاية لازم تفكر انا شنو اللي قاعد اسويه غلط، شنو الشيء اللي قاعد يقلل من عدد الساعات، الشيء اللي قاعد يقلل من جوده النوم، سواء روتينك اليومي، ممارساتك اليوميه اللي قاعد تسويها، شربك للكافيين وقت متاخر، نومك وقت متاخر كذلك ممكن ياثر على جوده النوم. فالخلاصه النوم جدا مهم حق الرياضيين، مثل ما قلنا الساعات 7 إلى 8 ساعات، والهدف منه ان كل ما زدنا من عدد ساعات النوم كل ما الاستشفاء كان افضل، كل ما ادائنا كان افضل، كذلك معدل الإصابات تكون أقل. الناس اللي يمون أقل من 8 ساعات معدل الإصابة يرتفع بحدود 1.7، خلينا نقول قريب من 2 أكثر من الناس اللي ينامون أقل من هالعدد الساعات. فبالنهاية شوف شنو روتينك اللي محتاج عليه تعديل، واستفيد من المعلومات اللي ذكرناها اليوم، ونشوفكم بالحلقات الجاية من برنامج نفيد ونستفيد.